أفرجت الشرطة الإسرائيلية عن الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى بعد تحقيق استمر 3 ساعات. وقال الشيخ عكرمة صبري إن المحققين الإسرائيليين كرروا توجيه تهم باطلة له بدعم الإرهاب لنعيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وأضاف خطيب المسجد الأقصى أنه رفض جميع التهم التي وجهتها له جهات التحقيق الإسرائيلية. امتداد للتحقيق الذي جرى يوم 2/8 ووجه نفس التهم الباطلة التي وجهت لي سابقا ورفضتها، وسألني عن موضوع النعي فقلت له من حقي الديني أن أنعي أي مسلم ميت، وكرر السؤال فأجبته نفس الجواب. وعن الأدعية قلت لهم هذه الأدعية مبثوثة في كتب الدين والوعظ والإرشاد ويتداولها جميع الخطباء منذ 100 سنين.